أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل المنافقين في العمل في هذا الزمان قد يقع عليهم قول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ الآية عامة في المنافقين إلى أن تقوم الساعة. كل من تظاهر بالإسلام وهو يبطن الكفر فهو في الدرك الأسفل من النار. أما اللي عنده صفة من صفات المنافقين وهو مؤمن فهذا يكون ناقص الإيمان، لأن هناك فرق بين النفاق الأكبر الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق العملي قد يحصل من المؤمن، قد يكذب، قد يغش، قد فيحصل من المؤمن شيء من صفات المنافقين، عليه التوبة إلى الله من ذلك، هذا نفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي فلا يحصل من مسلم أبدا، وإنما هو من الكفار فقط. نعم.